طيب ناخد الاتصال اللي بعده. ام رمزي، السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ السلام ورحمه الله. اهلا اتفضلي وسهلا. عايزه اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضلي يا ام رمزي. السلام عليكم. اهلا بيكي. ازي حضرتك يا دكتور؟ بارك الله فيكي. انا كنت كلمت حضرتك قبل كده، ومن نهارها بقالي شهر مش عارفه اتواصل مع حضرتك. ليه يعني؟ كنت استني بس عشان نشوف، عشان الجماعه بتوع الكنترول، يعني سيادتك بتحاولي اللي ما بيجمعش ولا ما بيردوش عليكي؟ لا بيجمعش معايا خالص، بقالي شهر والله من عارفه اتواصل مع حضرتك. طب يعني بيدي مشغول ولا بيدي رنه ما فيش حد بيرد بس زويهم؟ لا بيدي مشغول، لا بيدي مشغول. دي مشكلتنا والله، معلش. انا كنت كلمت حضرتك ان انا عندي ضغط وسكر نوع، حضرتك غيرتهولي بس يعني انا مرتاحه عليه الحمد لله، اللي هو الاميريل ام 3 مللي جرام. طيب. وكنت حضرتك قايل لي على سيرجيناتون وفيلدين. عظيم. كنت قايل لي اسبوع، وفي نوع اسبوعين خلصوا، بس ايه لسه خفيف في ايدي اليمين وحرقان في رجلي واحده. طيب استمر اكررهم ولا اجيب حاجه تانية حضرتك تامر؟ سؤال محدد. اي وقت ما كنت بتاخدي العلاج التنميل راح والالم راح والحاجات دي راحت؟ كان التنميل راح نهائي اللي حضرتك قلت لي عليه. طيب بص يا فندم، حضرتك هتمشي هتجري هتمشي على نفس العلاج ده تاني لمده 15 يوم، وبعدين توقفي الفلدين والحاجات دي وتمشي على التجريتول بس على طول، مفيش مشكله، هو مع الاماريل ان شاء الله. واللي هو بالنسبه للاميريلا دي اني ماشيه عليه على طول يا دكتور؟ طبعا طبعا، ده عشان ده انت عندك سكر، وبعدين تحليلي بعد 3 شهور وتبلغينا ان شاء الله. شكرا. الف سلامه يا فندم. شكرا ام رمزي، شكرا.